السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. انتقد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لجوء وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز إلى خفض تصنيف البحرين الائتماني إلى بيبي، واضحا التصنيف بالمفاجأة غير المقبولة. وأوضح المعراج للنشرة الاقتصادية على هامش المنتدى العالمي الخليجي أن الحكومة اتخذت في فترة قصيرة عدة إجراءات لإصلاح المالية العامة بغية معالجة العجز في موازنة الدولة دون أن يكون هناك أي تأخير في الدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات. وأكد المعراج أنه لن يطرأ تغيير يذكر على سياسة سعر صرف العملة المحلية الدينار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قاعدة الاقتصاد الوطني تمتاز بالقوة والتنوع الذي يؤهله للتحول إلى الاقتصاد المعرفي. احنا محتاجين تواصل باستمرار مع القطاع المالي ومع القطاع الخاص بشكل عام لشرح ما نقوم به وتوضيح ما هو يعني قائب عند ذهنهم، وايضا انه احنا كل ما وصلت الحقائق بشكل والمعلومات بشكل مباشر كل ما يعني تبددت كثير من المخاوف وبعض المعلومات الغير صحيحه. انطلقت اليوم أعمال المنتدى المالي الخليجي يوروماني 2016 بالتأكيد على ضرورة تحول اقتصاديات دول مجلس التعاون إلى اقتصاد المعرفي وتقليل اعتماد مداخلها الحكومية على الإيرادات النفطية. وناقش المشاركون في جلسات المنتدى مستقبل الخدمات المالية الإقليمية وماهية الخيارات الاستراتيجية في صناعة الصيرفة وأهمية إعادة النظر في التشريعات والأنظمة في قطاع الأعمال، مضيفين أنه يتحتم على القطاع المالي الإقليمي أن يعيد تعريف دوره ومناهج عمله مع انهيار أسعار النفط ولجوء الحكومات إلى إجراءات تقشفية لمواجهة العجوزات المالية. سعيدين أن نستضيف يوروماني، وهالسنة هاي تقريبا خامس سنة لاستضافة البحرين لهالمؤتمر، ونحب إن شاء الله أن يكون مؤتمر سنوي حيوي، ومكانة البحرين ك مركز مالي طبعا يعزز أهمية هذا المؤتمر. وإحنا خطتنا الاقتصادية ماشية وعندنا ثقة كبيرة فيها. إحنا نشوف أن الاستثمار اللي بيكون في البنية التحتية اللي نقدره ب 32 مليار اللي تمثل في آخر الأوقات كان عن إعلان عن توسعة مطار البحرين، وبنسمع عن أخبار بالنسبة حق ألبا ومصفات البحرين وأمور أخرى، هذه كلها مصدر تفاؤل بالنسبة لنا لتأثيره على الاقتصاد البحريني.